منذ انطلاق رحلة توفير الخدمات الحكومية إلكترونيا في المملكة، لم تتوقف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بذل جهودها الكبيرة لتقديم الخدمات وتيسير الاتصالات بين كافة أجهزة الدولة، لتثبت اليوم استعدادها الكامل لمواجهة التحديات والمتغيرات التي طرأت على العالم مؤخراً. انطلقت رحلة توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً مع تأسيس هيئة الحكومة الإلكترونية في عام 2007 بموجب مرسوم ملكي، وفي عام 2015 صدر مرسوم ملكي آخر حول دمج الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية وإقرار مسمى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للهيئة الجديدة. تم إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية في 2007، الخدمات الإلكترونية من خلال القنوات ورفع الاستخدام الخدمات الإلكترونية بشكل كبير، على ضوءه تم بعد ذلك دمج الجهاز مع الهيئة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اللي تقود اليوم التحول الإلكتروني الشامل في مملكة البحرين. تقدم هذه الهيئة العديد من الخدمات التي تخدم بدورها قطاعات مختلفة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين، كاقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية. وفي الآونة الأخيرة أثبتت الهيئة جاهزيتها لمواجهة جميع المتغيرات التي طرأت على العالم مؤخرا. أثناء الجائحة قمنا بدعم هذه العمل، تطوير عدد أكبر من الخدمات، تطوير منظومة مجتمع واعي اللي ساهم في إدارة عملية الجائحة، المخالطين والتقارير والمعلومات الموجودة من مختلف الجهات الحكومية، من أطباء وزارة الداخلية، مركز الاتصال والفريق القائم على مكافحة الجائحة، العمل عن بعد، دعم الموظفين للعمل عن بعد، توفير خطوط اتصال مشفرة للموظفين اللي يحتاجون للدخول على أنظمة خاصة. وتبقى الحكومة الإلكترونية جزءاً أصيلاً من منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية منذ عام 2007، وهذه المؤسسة الوطنية تسعى لتقديم أفضل الخدمات وتيسير الاتصالات بين كافة أجهزة الدولة، لتستمر المملكة في تحقيق الريادة العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية. ريم جناحي، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.